وسط تكاتف الجهات الحكومية والفلاحين، تستعد محافظة الرقة لاستلام محصول القمح لهذا العام بالتعاون بين كل من مديرية الزراعة ومديرية الحبوب وفوج إطفاء الرقة واتحاد الفلاحين. تم التأكيد على التسهيلات الكاملة للأخوة الفلاحين من خلال عمليات الاستلام وصرف مستحقاتهم، وأيضا كل ما يتعلق بالجوانب الفنية بالتنسيق مع مديرية الحبوب مؤسسة الحبوب لهذا الموسم. أنهت مديرية الزراعة الاستعدادات لتسويق محصول القمح لهذا العام، كافة التسهيلات موجودة، منشأ تعاوني أو منشأ من الوحدات الإرشادية، عناصرنا موجودين في الوحدات الإرشادية والدوائر الزراعية لاستقبال الأخوة الفلاحين. الموسم مبشر بالخير وإن شاء الله يكون خير على فلاحينا. قمنا منذ أكثر من شهرين بتجهيز المراكز الثلاث، حيث تم تأمين القيود المستخدمة في عملية الشراء، إضافة إلى صيانة وتأمين الأجهزة الفنية وصيانة أجهزة القبان ومعايرتها، لنكون مستعدين لاستقبال إنتاج الأخوة الفلاحين. بلغت المساحة المزروعة بالقمح في الريف المحرر حوالي 15 ألف هكتار و 162 ألف هكتار في كامل المحافظة، حيث تم تجهيز 3 مراكز استلام حبوب في كل من معدان والسبخة وصويمع الدبس عفنان، ويتم دراسة خطة لاستلام كامل المحصول دكمة لتخفيف عبء التكاليف على الفلاحين. تم افتتاح أو الاتفاق على فتح 3 مراكز لتسويق الحبوب، مركز الدبسي، مركز الصبخة، ومركز معدان. مركز الدبسي يستلم الأقماح دقمة، وإشكالياته تكون قليلة باعتبار الاستلام دقمة. مركز الصبخة ومعدان من المقرر أن يتم الشراء معبأ بأكياس. حاليا إحنا طرحنا في اجتماع تسويقي مع السيد المحافظ ومع المعنيين في المنطقة استلام هذه الكمية دقمة بنفس مراكز الحبوب، بطريقة استلامها بالجوار وشفطها من خلال شفاطات للتخفيف من أعباء الأكياس والعتالة. نطلب من الجهات المعنية دعم فوج الأطفاء، بالأخص في مادة المازوت وفي هذه الفترة للضرورة الممكنة، وبحاجة فوج الأطفاء بحاجة إلى آليات دعم، آليات لفوج الأطفاء، دعم تعويضات عناصر فوج الأطفاء، كأنه كون التعويضات ما تكفي. عندنا سيارتين صهاريج أطفاء 2، عندنا سيارة واحدة أطفاء وحاليا جاهزات للعمل. بالرغم من فقر فوج إطفاء الرقة من عناصر وآليات، إلا أنهم على استعداد لإخماد أي حريق يحدث أثناء أوقات حصاد المحصول.